استوديو تسجيل واستماع مجهز بأحدث التقنيات العالمية وقع تركيزه بالبعد العمومي للموسيقى والرقص بكفسة، إذا فلقت الاستحسان وفتحت الأفاق. اليوم فرحانين بالمشروع الجديد نضاف المعهد متاعنا، هو مشروع حلمة بدعم البرنامج معا، إن شاء الله الصغيرات كل يستفادوا منه، والشباب نتاعنا زيد اللي كانوا قبل يسجلوا في ولايات اخرى اليوم جاهم مشروع نتاعهم ولايه قفصه. كما وصلت وخلطت علينا اليوم لقيتونا في ظروف التسجيل في الاستوديو الكروماتيك اللي هو المورود الثقافي جديد بالمعهد وللجهه ككل. المواهب هذه والطاقات اللي موجوده هذه تنقصهم حاجه اللي هي كيفاش باش نوظف الموهبه نتاعي هذه وكيفاش باش نوصلها للعموم وللشارع التونسي وللاعلام التونسي ولانتاج خاص من غير معناته ما نعاود ولا نتداولوا في بعض الاغاني المعروفه ولا ليه فكرنا انه نعملوا انتاج خاص. انجاز جديد وباهي للمعهد. مرات يجوك صغار تلامذتنا معناها يجوا مسجلين لك حاجه في التليفون يحبوها يسمعوا باش يقول لك شنو بالتقنيات هذه واللي يوصلوا الحاجه اللي يعزفوا فيها واللي يقروا فيها على طول العام. نطالبوا بتوسعه انه يزيدونا اقسام ويزيدونا خاطر فما برشا يحبوا يقروا احنا نرجعوا فيهم. والتجديد والإنتاج واستغلال ما وفرته التقنية الجديدة في أجهزة التسجيل التي اجتازت كل المعوقات والإشكاليات من أجل فتح الآفاق للمواهب والطاقات الصوتية. والله حاجة باهية برشا باش التلميذ يلقى وين ينجم يسجل الأغاني متاعه ويوصل الموهبة متاعه. كونسرفاتوار هو دارنا الثانية وين يتبدل نحسوا فيه التغير اللي صار ونرتاحوا إذا كان هي حاجة سمحة وعلمنا برشا حاجات. أمل جديد أن نتحسنوا في قفصة خاصة ونعيشوا حاجات أخرين جدد ونتعلموا أكثر حاجات. أصبحت الموسيقى تحتل مكانة هامة ضمن فنون التعبير الرقمي، وأصبحت المواهب والطاقات الصوتية تجد ظلتها في الإمكانات الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية في مختلف مراحل العمل الموسيقي.